أفرزت نتائج الانتخابات التشريعية 2017 عن فوز العديد من رجال المال والأعمال بمقاعد بالبرلمان يمثلون عديد الألوان السياسية وحتى قوائم حرة، ولعل أهمهم إسماعيل بن حمادي عن حزب الأرندي بولاية برج بوعريريج، وهو الرئيس المدير العام لمجمع كوندور. غير بعيد عن برج بوعريريج، استطاع حسناوي بالعياط المستثمر الصيفي المعروف في مجال العقار أن يحجز مكانا له في المجلس. أهم شخصية أيضا استطاعت الظفر بمقعد تحت قبة مبنى زيغود يوسف عبد القادر الطيب زغيمي عن ولاية البوليدة. زغيمي بعد ريادته في مجال الصناعات الغذائية يدخل اليوم عالم السياسة عبر بوابة الأرندي. في نفس الولاية سيدخل المستثمر ورجل الأعمال جمال ماتسيكي قبة زيغود يوسف عن حزب الأفلان. عبد الملك صحراوي متصدر قائمة الأفلان بولاية معسكر، صاحب العديد من المشاريع الضخمة في المجال الفلاحي وفي العديد من ولايات الوطن. هذه الأسماء لم تكن الوحيدة، بل رافقها العديد من رجال الأعمال في العديد من الولايات. نجاح هؤلاء في عالم المال والأعمال يطرح التساؤل حول ما سيضيفونه للمشهد السياسي بالجزائر عبر بوابة البرلمان.